بإذن الله عن الميتابوليزم سمري، ملخص للميتابوليزم بإذن الله تستفيدوا منه، يسهل جدا مراجعة البرانش. الهيت فاليو هنقسمه إلى حاجتين، فيسيولوجيكال وفيزيكال. هيت فاليو معناها الاماونت اوف هيت ليبريتد أو نتيجة اوكسيديشن اوف 1 جرام اوف فود. يعني لو عملنا اوكسيديشن ل 1 جرام كربوهيدرات جوه الجسم 9.3 كالوري زي الفيزيكال اللي بره الجسم، الفات جوه زي بره 4.1 كالوري، اما البروتين لما نحرق جرام منه بره يكون 5.3 اكتر من جوه الجسم 4.1، والسبب نتيجة الاكسديشن بيتكون نيتريك اوكسيد وحاجات تانية وده مش موجود جوه الجسم. فسؤال الام سي كيو او اي سؤال نظري compare between physiological and physical heat value regarding protein. energy balance positive او negative. positive معناها الانتيك اكتر من الاوتبوت زي الاوبيزيتي والجراس، اما نيجاتيف العكس، الاوتبوت او الحرق اكتر، يبقى ده مال نيوتريشن ده مهم قوي، او ستارفيشن مجاعه ما بتاكلش كتير. ميتابوليك ريت، يهمني في الميتابوليك ريت ثلاث معلومات، ديفينيشن والفاكتورز افكتنج، وفي معلومه ثالثه اللي هي المسائل. هنعرف مع بعض في الفيديو ده مسائل الميتابوليزم ممكن تيجي ازاي. انرجي اوت بوت بير تايم، ده الاوت بوت، ده الهيت بروديوسد. المعلومه المهمه معموله بالاحمر. فاكتورز افكتنج الميتابوليك ريت جمعتها في كلمه سبير زي العجله الاحتياطي الستبن، سبير اس حاجتين سكس وسليب. طبعا سكس الفيميل ميتابوليك ريت اقل من الميلز، الميلز عندهم ماسل بالك اقوى. سليب بيقل الميتابوليك ريت لانه بيقل المسل كونتراكشن ويقل الهيت. بريجننسي يزيد الميتابوليك ريت. ايج طبعا كل ما بنكبر كل ما الميتابوليك ريت بيقل، خاصة في الاولد ايج، النيو بورن بيكون اكتر. الريس الجنس البشري بيفرق كمان. الاي كبرتها لك عشان اقول لك عندي اربعة بحرف الاي. اكسرسايز يزود الميتابوليك ريت. ايموشنز يزود في الاثنين، بيزيد السيمباثاتيك والماسل كونتراكشن والهيت. الاندوكراينال طبعا يزود خاصة الهرمونز زي السيرويد هرمون. انفايرومنتال تمبريتشر او اكسبوجر للكولد البرد يزود الميتابوليك ريت، لان انت لازم تاكل علشان تدفى ويطلع الثيرموجينيك هرمونز. والاف حاجتين بحرف الاف، فود لما تاكل البروتين بالذات في الشتاء تدفى سبيسيفيك دايناميك اكشن. الفيفر او الحمى كل درجة مئوية زيادة يزود الميتابوليك ريت من 10 إلى 14%. الميتابوليك ريت هو الميتابوليك ريت مع اختلاف كلمة، بيزل كونديشن. وفي الأول انرجي اوت بوت، فاكرين زي ما قلت في الميتابوليك ريت، بس هقول ايه؟ بير اور في الساعة لكل سكوير متر سيرفيس اريا. بيزل ويزاوت ثلاث كلمات بحرف الاي، ايتينج اكسرسايز اكسبوجر تو كول. ما تكونش واكل بوست ابزوربتيف ستيت 12 ل 14 ساعة من غير اكسرسايز، تكون في الريست. without exposure to cold تبقى دريست. وكل حاجه وليها تمبريتشر مميزه، لو انت دريست في كومفورتبل زون، ولو انت مش لابس هدومك ليها درجه حراره معينه. النورمال 40
كالوري لكل ساعة بير سكوير متر سيرفيس اريا تزيد او تقل 15%. لو قلت لك 60 كالوري يعني زاد 20 عن الـ40 زاد النص يبقى 50%، ولو قلت 20 كالوري قل 20 عن الـ40 يبقى النسبة قل 50%. Factors affecting basal metabolic rate جمعتها لكم في الجملة اللي ظاهرة على البورد. بيزيد في ميل الآن عداء، عداء بيجري في ألعاب قوة، ذكر الآن قبل المسابقة بياكل بروتين في دولة ساقعة والدنيا برد، يعني ايه؟ السكس يزيد في الميل. Anxious يبقى الايموشنز. اسيليت ده فيزيكال هابت، بروتين ده الدايتيك هابت، كولد كونتري ده الكلايمت. نقولها تاني، ميل الان قبل سباق العاب قوه كان بياكل بروتين ان كولد كونتري. بيزل ميتابوليك ريت يزيد لو زاد الثايرويد هرمون، الادرينال فانكشن لو زادت التمبريتشر، مع هارت فيلير لازم الريسبيراتوري ماسلز تشتغل اكتر. لو قل انتي دايوريتك هرمون، في مرض اسمه ديابيتس انسيبيدس، معناها المريض بيفقد يورين كتير لان الهرمون اللي بيحافظ على المية قليل، في الحالة دي مضطر يشرب مية كتير ساقعة، ومدام ساقعة هيزيد البيزل ميتابوليك ريت ويقل البيزل ميتابوليك ريت. في العكس لو الثيرويد هرمون قل، ادرينال فانكشن قل، وهايبوثيرميا ميتابوليزم ممكن تجينا بكذا صيغة. هو في ثلاث مسائل ولكن مكتوب لكم مسألتين على البورد والتالتة هنقولها مع السواتينج. الميتابوليك ريت هو الاكسجين كونسومشن في الساعة، اقول لك قد ايه، مضروبة 4.82 وده البوست ابزوربتيف ستيت، واتفقنا ده اسمه انرجي اكويفالنت لما تاكل ميكسد دايت، يعني ده ليه علاقة بالميكسد دايت. فبدي لك الرقم ده انت حافظه تمام، وهتضربه في الاكسجين كونسومشن بير اور. المسألة التانية اطلب منك الانرجي اللي انت عاوزها علشان تشتغل قد ايه. اديتك البيزل ميتابوليك ريت 1800 كالوري وقلت لك انت محتاج 700 كالوري علشان تعمل شغلك، يبقى كده انت محتاج انرجي كام؟ هتقول لي هجمع 2500 كالوري. اقول لك لوحده مش كفاية، في جزء من الانرجي بتاعتك بتضيع في شكل الهيت، في جزء هيحصل له ويستنج، فانت محتاج 10% كالوريز زيادة على المجموع اللي انت اخدته. يعني 2500 كالوري هضربها في 10% تطلع 250، يبقى انا عايز 250 كالوري زائد 2500 تطلع لي 2750 كالوري. خلي بالك بتيجي كتيرة في مسائل الميتابوليزم، عملتها لكم بشكل بسيط بحيث تفتكر التمبريتشر. نص ديجري سنتيجريت اتذكرت 3 مرات، بيزيد في الريكتوم التمبريتشر عن الاورال، بيزيد افترنون عن المورنينج، بيزيد في الفيميل في السكند هاف اوف منسترال سايكل بسبب البروجستيرون. لو بصينا من 24 الى 34 ديجري سنتيجريت ده الكومفورتابل زون تمبريتشر، هنعمل تنظيم لدرجه الحراره. اقل من 24 لازم ازود الهيت جين باربع طرق، شيفرينج الرعشه، وبيزيد الهيت جين 5 مرات الطبيعي وده بسبب الهيت جين سنتر، السيرمو
جينيك هرمونز كاتيكولامينز، ودي مهمه قوي لانها بتزود الميتابوليك اكتيفيتي بالنسبه للانفانت عن طريق البراون فات، وده موجود في السكابيولا بتاعه البيبي، تشتغل كالكتريك بلانكت، ودي تزود الميتابوليزم عنده ل100% مقارنة بالأضل 10 ل 15%، والتي 3 والتي 4 بيزود البيزل ميتابوليك ريت، انه بيشغل الصوديوم بوتاسيوم بامب والريسبيراتوري والميتوكوندريال تشين انزيمز. فولانتري اكتيفيتي بتحصل بثلاث حاجات: تسقف كلابينج، او انك تدفي ايدك، او ان انت تنفخ في ايدك، المهم تعمل اكتيفيتي. طبعا الهيت جين بيزيد بالاكل اللي هو الابيتايت، واكتر اكل يدفي هو البروتين المفضل تماما في الكولد ويزر. عند 24 ديجري سنتيجريد لازم نقلل الهيت لوس بثلاث طرق: نضيق البلاد فيسلز، ودي مهمه لان احنا المطلوب اربع حاجات. لما تضيق البلاد فيسلز انت بتقلل البلاد فلو اللي رايح للسكين، بتقلل درجة الحرارة، بتقرب السكين تمبريتشر من الاتموسفيرك، انك بتقلل التمبريتشر جريدينت، وبالتالي تقلل الهيت لوس. كيرلينج، تكور نفسك في السرير بالكبرتة واللحاف وتدخل جواهم، تقلل السيرفس اكسبوزد للبرد. والبايلو اريكشن في الانيمالز، فروة الشعر، بيبقى الشعر إيركتد ومنتصب عشان أحبس الهواء ما بين الشعر ده عشان ما دخلكش البرد، زي فكرة الهيفي كلوزس في الهيومن. اللي حاطط عليه دايرة باللون الأحمر هو السيرموريجيولاتوري ريسبونس في الكولد ويزر. عند 24 تقلل الهيت لوس، وأقل من 24 بتزود الهيت جين. من 24 ل 34 ده الكومفورتبل زون تمبريتشر، 70% الهيت لوس بيبقى عن طريق ثلاث حاجات مهمين: الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. الفرق ما بينهم الكوندكشن والكونفكشن لازم يبقى في ميديوم، اما الراديشن there is no medium، انت بتفقد electromagnetic waves. خلي بالك conduction، انت بتفقد حرارتك للتشير اللي انت قاعد عليه، او للمية، او للهواء، حسب انت فين. convection فكرته زي ما قلناها زمان في اعدادي، كل ما نطلع لفوق طبقات الهواء السخن الدنستي بتقل، وبينزل البارد، طالع سخن ونازل بارد، وده الكونفكشن. التلاتين في المية الباقية من الهيت لوس عن طريق الايفابوريشن، وده مهم جدا. خلي بالك لو اتعرضت لهواء سخن هيحصل العكس، كوتينيوس فازو دايلاتيشن هتحصل، وكمان ما عندكش الرغبة في الابيتايت، هتبقى عندك اباسي تبلد، وانوريكسيا فقدان الشهية. فوق 34 درجة ازاي الجسم يتعامل بالسواتينج، مهم تعرف ست نقط. اول حاجة العرق هايبو تونيك، وده مهم جدا، بيبقى فيه ملح قليل. طب ازاي ده حصل؟ ده الاسيناي اوف السويت جلاند، ودي الضغط. في البداية خدنا البلازما بنفس الكونسنتريشن بتاعها ما عدا البروتين، ده اسمه برايمري سكريشن، لكن السكندري الافراز التاني اللي خارج من الضغط عايز اتخلص من الملح الصوديوم، وباقي الميه اعمل صوديوم رياب زوربشن عن طريق الالدو استيرون هرمون، وده مهم قوي. السمباثاتيك كولينرجيك هو الانرفيشن بالنسبه لي، وقلناها في الاوتونوميك، بلوكد باي اتروبين. يعني ايه كولينج افكت؟ ودي ممكن تجي لك كمساله، ان ال1 مللي
اسود يخليني افقد 6 من 10 كيلو كالوري هيت. ممكن اجيبها لك اقول لك 10 ملي عرق تفقد قد ايه، يبقى 6 من 10 في 10 تبقى 6 كيلو كالوري. خلي بالك الكولينج افكت بيزيد بالجو الاير كارنت وبيقل بالهيوميديتي الرطوبه، عشان كده اوحش جو هو جو الخليج، لان هوت هيوميد اتموسفير، الجو ساتوريتد بالووتر فيبر، فمش قادرين نفقد السواتنج. اكليماتيزيشن لو قاعد من اسبوع لست اسابيع ازاي تتعود على الجو الحر؟ ده حاجتين، الفوليوم اوف سواتنج يزيد من 700 مللي الى لتر او 2 لتر، ويقل الكونسنتريشن اوف الصوديوم او الاملاح يبقى 3 ل 5 جرام والنورمال 15 جرام. السيرمو ريسبتورز عندنا بقسمها الى حاجتين، سنترال و بيريفرال، والاثنين دول بيكونوا ستيميوليتد بالكولد سنسيشن، اما السنترال هوت بس. وده يوضح لي اهميه الكولد سنسيشن، لان البرد بيضيق البلاد فيسلز وممكن يعلي البلاد بريشر، عشان كده بيبقى ستيميوليتد بتو ريسبتورز. خلي بالك السنترال في منها نوعين، هيت جين سنتر يكسبك حراره، ده بوستيريور هايبوثالاموس، وهيت لوس سنتر يخليك تفقد حراره انتيريور هايبوثالاموس. الهيت لوس سنتر هو ده ليه علاقه بالسواتنج، دايما اللي بيعمل حاجه لازم السنتر بتاعه هو اللي يشغلها. طب والهيت جين سنتر ده اللي مسؤول عن الشيفرنج، ده اللي مسؤول عن الفولنتري اكتيفيتي، عن الابيتايت، فدايما الهيت جين يشجع الميكانيزمز اوف جين، والهيت لوس يشجع الهيت لوس زي السواتنج. اوف تمبريتشر ريجوليشن، فيفر وسان ستروك وهيت اكزوهوشن هنتكلم عليهم بطريقه سهله تسهل لكم مراجعه الجزء ده. في الفيفر انا بعلي السيت بوينت اوف التمبريتشر ريجوليتنج سنتر، بدل ما يكون متظبط عند 37 لا متظبط عند 40. وازاي ده حصل؟ البكتيريا طلعت توكسنز مواد سامه، اشتغلت على المونوسايت ده جزء من الوايت بلاد سيلز، دخل جوه التيشو بقى ماكرو فيج، ولما بقى ماكرو فيج اتصل مع بقيه الوايت بلاد سيلز بحاجه اسمها انتر ليوكين 1. وقلنا انتر ليوكين هو اتصال وايت بلاد سيلز مع بعض، دي اللي مسؤوله عن المناعه، مش عارفين يعملوا ايه. فالانتر ليوكين 1 راح للبري اوبتيك اريا، ده جزء من الهايبو سالاموس، خلاه يطلع بروستاجلاندنز، وده اللي لخبط السيت بوينت، بدل ما تبقى 37 بقت 40، وتغير النظام تماما، وحس الهايبوثالاموس ان اي درجة حرارة تتبعت له اقل من 40 ده غلط، الهاي سيت بوينت هو ده النورمال الجديد بالنسبة له، وده اللي ادى الى الفيفر، والفيفر كمان معاه شيفرينج مع رعشة، وده تفسير انا سخ وبترعش. السان ستروك ضربة شمس او الهيت اكزوهوشن لما تشتغل في منطقة حر جدا، ايه الفرق ما بينهم؟ عملت لها جدول سريع. ضربة الشمس عملت باراليسز للتمبريتشر ريجوليتنج سنتر، فبالتالي زادت درجة الحرارة وما قدرناش نعرق، loss of sweating ده ما حصلش، ما قدرتش اعرق. وعند 43 ديجري سنتيجريد irreversible، خلاص كل حاجة باظت، وبروتين denaturation، وده اللي بينتهي ببرين ديث. قبل ما توصل ل 43 ديجري اقدر الحقك بتلج، يا اما
ايس كولد احطك في بانيو في تلج، او ايس كولد انيما حقنه شرجيه فيها تلج لمجرد محاوله للانقاذ قبل الوصول ل 43 درجه سنتيجريد. هيت اكزوستشن اشتغل التمبريتشر ريجوليتنج سنتر وبقى اوفر اكتف، ولما اشتغل بزياده الحراره ما عليتش قوي وبنعرق كتير. طب وليه ده يموتني؟ ليه ده خطر؟ بتعرق بتفقد ميه وملح، وبالتالي ممكن تدخل في شوك، البلاد بريشر قل جدا وما قدرناش نلحقك. ممكن نلحقك بايه؟ بفلويد وسولز علشان نعوضك باللي انت فقدته. وحتى في فيديوهات النظري قلت جملة مهمة جدا وبقولها تاني، ومن العرق ما قتل. ممكن السويتنج لما يزيد تدخل في دي هايدريشن وشوك. الهايبرثيرميا اعرف اسبابها، بيبقى اول حاجة باراليسز في التمبريتشر ريجوليتنج سنتر بسبب برين تيومر ورم في المخ ضغط على مراكز تنظيم الحرارة، او الجو هوت وهيوميد ودي مشكلة كبيرة، او الهايبرثيرميا خدت اتروبين وده عمل بلوك للسيمباثاتيك كولينيرجيك اللي بتشغل السوات جلانز، اتروبين فيفر. سيمتومز الاعراض بليرينج اوف فيجن زغلله ابدومينال ديسكمفورت. الهايبوثيرميا لما الحراره تقل ايه الاسباب؟ ما باكلش كفايه، مال نيوتريشن فما فيش حراره بتطلع، اولد ايج الميتابوليزم قليل، باراليسز المشلول ما عندوش ماسل كونتراكشن كفايه في هايبوثيرميا، او الكحول. المشاكل في العيان ده بما ان الميتابوليك اكتيفيتي قليله، عدد مرات التنفس بتقل، الريسبيراتوري ماسلز مش كونتراكتنج بكفايه، الهارت مش عامل كونتراكشن كافي فقل الدم اللي رايح للاورطه، قل ضغط الدم. الارقام اللي موجوده على البورد دي اللي موجوده في الكتب، عند 21 ل 24 ديجري سنتيجريد تقدر تتحمل درجة الحرارة، عند 28 بيبقى الريسبونس بتاعك مش كويس، عند 30 ديجري سنتيجريد يقل استهلاكك من الجلوكوز، وما تنسوش induced hypothermia، وقلنا انا ممكن اقلل درجة الحرارة للعيان لو انا داخل اعمل له عملية عن طريق الكوراري، لان الكوراري ده نيكوتينيك بلوكر فيمنع نقل الامبلس من النيرف الى المسل، وبالتالي المسل مفيش فيها كونتراكشن كافي فبتقل درجة الحرارة. ما ينفعش اجيب العيان بعد ما بنجه واحطه في بانيو في تلج، ايوه هتقل الحرارة بسرعة وهتعلى تاني بسبب الشيفرينج. ديجراد على الفود انتيك يسهل لنا الموضوع جدا، عندنا تو سنترز بيتحكموا، ساتايتي سنتر مركز الشبع والفيدنج سنتر اللي بيخليني اكل، الاتنين في الهايبوثالاموس. الساتايتي موجود ميديال نيوكلياي والفيدنج لاترال نيوكلياي. مركز الشبع لو استيميوليتد انت مش هتاكل خالص، افيجيا ما باكلش، لو انهبيتد مش شغال عمال تاكل كتير هايبرفيجيا. الفيدنج سنتر العكس، اذا اشتغل جامد بقيت مفجوع هايبرفيجيا، ولو انهبيتد مش شغال عندك فقدان شهية رهيب انو ريكسيا. ريكسيا هو الشهية وان يعني مفيش. نبص على الدياجرام، الساتايتي طول الوقت انهبت الفيدنج سنتر. طب هو بيوقفه ازاي؟
ساتايتي يعتمد على جلوكوز. لو الجلوكوز ليفل بقى عالي في دمي، انا شبعان مش عاوز اكل، وبنسميها جلوكوستات سيوري، نظرية الجلوكوز. الاديبوز او الفات تيشو بيطلع هرمون اسمه لابتن، وده اشارة للساتايتي، لازم الانسان يشبع دلوقتي لان في فات ستور موجود كفاية. الاتنين دول جلوكوز ولابتن هنسميهم long term regulation of food intake. زي ما في long term في short term regulation. chewing المضغ او المعدة مليانة او GIT هرمونز بتتفرز زي الانسولين الجلوكاجون والكولي سيستو كاينين. الهرمون ده على فكرة بيطلع لما تاكل الفات. لو تلاحظ لو انت كلت فات او كربوهيدريت لازم توقف الفيدينج سنتر، ماينس يعني انهيبيشن. لو المعدة مليانة انا اسف مش قادر اكل تاني، يبعت سيجنال انهبيت الفيدينج. شيوينج الفود ودي جزء من التخسيس، افضل امضغ اطول فترة ممكنة علشان تحس بالشبع او الساتايتي. فالتلاتة دول يوقفوا الفيدينج. واضح من البورد ان كلنا بنوقف الفيدينج. طب ايه الحاجة اللي احتمال تشغل الفيدينج سنتر؟ هي حاجة واحدة، سايكولوجيكال، الناحية النفسية، ودي احتمال يا اما ستيميوليت الفيدينج او انهبت الفيدينج. شيوينج وفول ستومك والجي اي تي هرمونز هنقول عليهم شورت تيرم ريجوليشن اوف فود انتيك، ودي ممكن تيجي شورت اسي. قول لي ايه هو الشورت تيرم ريجوليشن؟ تروح انت قايل التلاتة اللي مكتوبين على البورد. ايه اللونج تيرم؟ تون نظريتين، جلوكوستات سيوري او لايبوستات، نظرية الدهون. هو بالنسبة لنا في الميتابوليزم هو الاوبيزيتي او السمنة، يهمني اعرف الاسباب. جمعت لكم الاسباب في اربع كلمات بحرف الاي: اكسس فات سيلز، فات كتير بيتخزن. ايموشنال، لو انت زعلان حط همك في الاكل، في ناس بتتخن. اندوكراينال، العيب في الغدد. هايبو ثايرويديزم، افراز الغده الدرقيه قليل. وجيت على الاكسرسايز وعملت اكس بالاحمر، lack of exercise، باكل كتير، انرجي انبوت عالي لكن الاوتبوت قليل جدا. كل 9.3 كالوري اكسس انرجي بيتخزن في 1 جرام فات. الرقم ده مهم جدا. طيب ليه الاكل الدهون بيتخن؟ لانه needs few calories to be stored، ده بيتخزن باقل كالوري ممكنة، ما بنحرقش كتير علشان نخزنه. فالانبوت زيادة والاوتبوت قليل. الفات limit the leptin LL، يعني ايه؟ بيقلل الليبتين كهرمون اللي المسؤول عن احساسك بالساتايتي او الشبع. ده حتى الليبتين ريسبتورز اللي في البرين ما بيستجبش للليبتين هرمون، والاحساس بالشبع بيبقى صعب قوي. هاي ساتايتي سيت بوينت، مش سهل انه يشبع بأقل كمية أكل. طيب عندنا نوعين من السمنة في الرجالة، بيبقى شكلهم شبه التفاحة الأبل، أسميها أندرويد أوبيزيتي. في الفيميلز جاينويد شبه الكمثرى. على فكرة ميل أو فيميل ممكن يبقى شبه أي حاجة من دول، يا أندرويد يا جاينويد. الأندرويد أوبيزيتي مشاكلها ديابيتس ميليتس، مريض السكر، تايب 2
هنعرفه في سنه ثالثه في النظام الجديد، كمان بيزيد البلاد بريشر عنده ويزيد الليبيد، وممكن يجيله ستروك، سكته دماغيه. مشاكل السمنه بصفه عامه هو تحميل على البون والجوينتس، اوستيو ارثرايتس. الفات الزياده ممكن يتخزن في الليفر، فاتي ليفر، ويعمل جول ستونز او حصوات. في النهايه ايه علاج الاوبيزيتي؟ علاجه دايت، الاكل. غير طريقه اكلك، افويد الفات والكربوهيدرات، ولازم لازم تاكل بالكي دايت، الياف زي خس، خيار، سلطه خضراء. ليه؟ تدي لك الاحساس بالفولنس وتعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر. طب الادويه اللي انت مفروض تاخدها؟ امفيتامين بحرف الايه، عملتها بالاحمر، تعمل انوركسيا، فقدان الشهيه، عايز اسد نفسك شويه. اورلي ستات ودلايبيز انهيبيتور يقلل الانتستاينال دايجشن للدهون، والدهون تفقدها في الفيسز والستولز، مش عايز الفات يتخزن لي مره كمان. انت مشكلتك تاكل وما بتعملش رياضه او مجهود، انت ما بتحرقش. هطلب منك اجري، اعمل مجهود، اكسرسايز. اذا فشلنا في كل الكلام ده مضطرين لسيرجري او جراحه. كلنا بنسمع عمليات شفط الدهون اللي اسمها لايبو ساكشن او تدبيس المعده، جاستريك باندج، تمام، او البايباس اوبريشن. المهم لازم تخس. يبقى عرفنا كوزس 4E ازاي، عرفنا الفات F فيو كالوري، 2L ليميت اللابتن، يتعالج بالدايت كلمتين، دراجز دوايين. حتى في الدايت انا عايز منك حاجتين، وعايز في الدراج عايز منك دوايين، والسيرجري انا عايز منك طريقتين في الجراحة، والانفيتامين بالاي يعمل انو ريكسيا و أورلي ستيت.